هاي جايز، صباح الخير. يلا فقش من الناس، الحمد لله صافي. دابا طمنا الناس رجع فوقتو، مش الناس مخربق. 7:35 اصلا، 7 ما عادش فقت. نمشي دابا ندوش، يلا ونبداو نهارنا. بزاف ديال الاخوان كيسولوني علاش انت في لاس فيغاس حاليا. علاش جيت؟ باش نحضر تيم اكس جروث كونفرنس. اول بادج يلا مشيت خديتو كما كتشوفوا، بادج في اي بي. حاليا كيبيعوا $10,000، وكان شريتو ملي كان اي جايز صباح بخير. جالس في الروم ديالي كنتفرج في المغرب، وراكم عارفين ديجا وريتكم الروم، مقابله مع الهرم الكبير، وفي الشارع الاخرى الهرم الصغير. شتي على الزهر عند خوكم، فهمتي؟ شوف اليوم كيما عرفتو، نتمنى اسمع 7 الصباح، 8 كنت قدام البي سي، بقيت خدام حتى الوحده مشيت خرجت، لقيت مع واحد الاكسبير ادفايزر على قبل المواضيع ديال الطاكس وشي حاجه. المهم بقيت قاعد معاه، جلست معاه ساعتين ديال المكانه. اقسم بالله الا خلصتو $18,200، $18,200 اللي تخلص مقابل ساعتين ديال المكانه. داكشي اللي خاص، داكشي اللي تعلمتي من الصغر في المغرب وثقافه الفلوس خاصك تنساه. وبين سور ما يمكنش تعلم ثقافه ديال الفلوس من واحد فاقع، هذا هو المشكل اللي كنت كنعاني منه شحال هادي ملي كنت في المغرب. ما يمكنش تعلم كيفاش تجيب الفلوس من واحد فاقع، هذيك الهضره اللي كيقول لك هي هضره ما كتجيب حتى حاجه، واصلا كون كانت كتفيد تفيد عليه تبان عليه هو الاول. والكارثه واللي كبر من هذا الشيء هو ملي كتكون حاس براسك راك انت قافز، وراك انت واعر، وراك انت فاهم كل شيء. حتى هذا مشكل كنت كنعاني منه بزاف حتى هويا، فهمتي؟ ملي كتكون نقولها على راسي، ملي كتكون حمار وكيصحابك راسك راك عاود. وهاد الثقافه هادي ديال انت قافز وانت فاهم والاخرين بغاو يشفروا كتأدي لنا تاتو لي كتاخذ دي ديسيزيون اللي هادي تاتو بك للفاشل، ولكن كتاخذهم وكتقول لا انا واعر وانا هو الفاهم، وهادي هي المشكله. مثلا نعاود الاكسبيريونس ديال 2014. شنو كان 2014؟ كنت شاركت واحد الحاجه على البروفيل ديالي، باقي انا ما اكتشفتهاش. يعني كنت الله خلصتها، كنت شريت واحد الدوره ب $5,000 وشاركتها. قلت لهم انت راني شريت واحد الدوره سميتها اميزينغ سيلينغ ماشين ب $5,000، اشنو بان لكم في هذا القرار؟ ساجي تفرج في الردود، فهمتي؟ كاين دوك ديال دولك فلوس نصبوا عليك، لقاوك غشيم ضحكوا عليك والله الا ضحكوا عليك، فهمتي؟ كاين هاد الردود هادو كانوا بزاف 99% هكا، وعاد كاين نيفو المجد ديال السبان، وكاين نيفو الاخر. المهم بعد واحد العامين من هاد الدوره هادي تيبان واحد الفرق كبير في حياتي بزاف، وكنحمد الله اني ما تبعتش التعليقات وما تسوقتش ليهم وكملت، فهمتي؟ ودونت تولي كان باغي نستعمل واحد الكلمه اللي هي القاطع. ديما ملي تشوف الناس هاد الفيديو هذا الاخ ولا الاخت كنديرو باش نقول لك، فهمتي؟ ما تبقاش تقول راه قالوا ليا وداروا ليا وشفتهم. ما عمر خص تبع الناس، فهمتي؟ راه كون كانوا الناس على صواب، كون ما عرفت فين وصلوا راه كاملين غلط. ومع ستوريز كنبقى كنقطع واش نوراك بصبعين، وراك نقطع ونوراك بصبعين، نقطع ونوراك بصبعين. المهم غادي نقول دوك النقط ديالي بالزربه ونمشي نخرج في حالي. قلت النقطه الاولى هي ما تكونش حتى انت خروف غادي يتابع، هادي واحد. النقطة الثانية شحال من واحد تيجي تيسولني تيقول لي خويا سيمو فاش انفيستي، احسن انفيستيس ممكن، انفيستي في راسك، انفيستي في قرايتك، هادشي هو فاش انفيستي، احسن انفيستيس ممكن هو انفيستي في راسك. شفتي هذا انفيستي، شري كتوبة، قرا، تعلم، الفلوس غادي تجي سور، الفلوس غادي تجي، لان ملي تولي عندك المايند سيت ديال صحاب الفلوس، الفلوس غادي تجي صحة، مكاينش اللي غادي يحبسها لك، واخا تجي أمة سيدنا محمد توقف ضدك، غادي تجيبها. شي ايفينمون انفيستي وسير ليه، ما عادش تحتاج حتى انت تشري تيكيته ب $7,000، ما عادش تحتاج تيكيته ب $7,000، راه بحالي انا اللي جالس في السطر الاولاني بحال خونا اللي جالس في السطر الاخراني، راه كنسمعوا نفس الهضره، غير هو مخلص 2000 درهم وانا مخلص 7 المليون، راه ما كاين حتى فرق. شري كتوبه، تعلم تقرا، شري الكتوبه، شري 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 كتوبه وتعلم تقرا، خاصك تعلم تقرا، باغي تمشي بعيد خاصك تعلم تقرا. مارك زوكربيرغ كيقرا يوميا، بيل جيت كيقرا يوميا، كاملين ايلون ماسك يقرا يوميا، كامل قلب عليهم كيقرا. اخر نصيحه هي تعلم لونجلي، تعلم لونجلي باش تبقى تقرا اخر ما كاين، لان ما كاينش بالدارجه وما كاينش بالعربيه، وما يمكنش يكون، لان الماركت فهمتي، الماركت مرون، الماركت فيه غير السلبيين الحاقدين، واخا يبغي يبان ما يخليه، ولكن هاد السلبيين الحاقدين راه هانيه، راه ماشي مشكل، لان هذا هو الناتج ديال الثقافه ديالنا باش تربينا وكيفاش كبرنا، وفي اطار ثقافه ديالنا القافز. هادي الثقافة فاش كبرنا، أنا القافز وكلشي باغي يشفرني وأنا اللي فاهم وراني محصلهم، أنا راني عارف. وهاد الشيء هذا هو السبب علاش كندير هاد الفيديوهات، لأن في الآخر كنقول لا ممكن تنقد واحد 10 ولا 20 ولا 100، واخا هما راه كثار ولا دابا كثار من هاد الأرقام هادو فاش كندويو من ديك العقلية ديال، فهمتي؟ عقلية. وآخر حاجة غادي نقولها قبل ما نمشي نخرج بالزربة هي جامي
تيق جامي تيق اي حاجه كتبان لك سلبيه جامي تجربها براسك. راني جايك لواحد الحاجه مهمه طرات غير مو كنطمو الاخ نور الدين اللي في كازا كان فيه الاخ بلال وسميتو مشاو ليه ثلاثه ديال الدراري هادو واحد فيهم جاوا لي ستوري قال لي يا خاي سيمو راه واحد خونا شنو طرا لنا ما شنو طرا لنا ما شنو طرا لنا ما ما كيصحابنيش اخاي سيمو شي بنادم زعما حاقو ثلاث ضرب هاد لي خوان هادو تلاقاو فهمتي وقالوا اجي نمشيو. المهم واحد خونا فيهم بقى ديما تيدوي سيلبي لا هو داكشي كذوب وداكشي سميتو وكون كان فيه النفع كون كاع ميوريو لنا. وابخا جيت تلاقاو مع خونا راك في طوموبيله واعره بعد دازت شهور غادي تلاقاو مع طوموبيله واعره غادي بقاو قلبوا عليه غادي يشوفوا الدراري صحابو قالوا هذاك الدري خدام مزيان في الانترنيت عاد عاقو بلي داك خونا ديما تيحاول يبعدوك فهمتي راه ما كاينش اللي يبغي لك الخير عقلي اللي يبغي لك الخير راه كثريه فهمتي تيبغي هو يوصل انت راه غادي عاوتاني فيري برايفت غادي شي حاجه خاصه بي انا والدراري تعاودها ليا. واحد الدري كان حاضر فيها بلال كان في كازا كان تيشرح للناس كان تيشرح للناس في عند نور التين كان تيشرح لهم شوبيفاي وداكشي. واحد خونا دي جرب بلال اللي تيقول لها صاحبي خلي دين امهم دوك الفقراء شوفي وجوههم كي دايرين هاك هاد الهضره ما نشونجي فيها والو شوفي وجوههم كي دايرين خلي دين امهم دوك الفقراء صاحبي علاش كتوريهم خلي الفقر اللي ولدهم هاكا. بلال قال لي ياك صاحبي هانيه ماشي مشكل نوريهم ياك انت ما كنتيش عارف وريتك وداكشي صاد ما تيقش تيقش داكشي اللي كيتقال راه فريمون راه هو غادي في ديك الطريق وما يبغيكش تمشي فيها ويشوفك غادي فيها ويعطرك ويقول لك لا راه ما مناش وكذا. عاودوا رجعوا ثاني هادشي كامل في اطار اش في اطار الثقافه ديال الويل فاش كبرنا الثقافه ديال والو فاش كبرنا ديال انا قافز وانا واعر هذيك انا قافز كتبغي ديرها حتى مع اصحابك يعني انت انا قافز خاصني نوصلو هما ما خاصهمش يوصلوا باش نبان عليهم ونبان انا واعر. يلا الدراري طلعوا لي فراسكم تبارك الله عليكم نمشي نخرج وكما قلت واحد ما تكونش خروف جوج انفيستي فراسك وطلعوا لي فراسكم وتبارك الله عليكم وساعة سعيدة ونمشي نلبس باش نمشي نخرج. اي جايز نسيت ما قلتش واحد الحاجة اميزينغ سيلينغ ماشين داكشي مات مي ما تيقنيش انا ما تيقش فيا ما تيقتل فيا واحد سير جرب براسك سير جرب براسك ماشي مات الكومبيتيشن ولات كبيرة المنافسة ولات قاتلة تما تعلم جرب ما تخسر والو ما تخسر في الاخر والو تخسر فلوس فاك الفلوس كتمشي وكتجي الوقت اللي ما كيمشيش ويجي وغادي تتعلم واحد الحاجه وجيتي سير تعلم حوايج في اطار انت كتخسر الفلوس كتعلم ولا ما كانش عندك هاد العقليه ديما غادي تمشي بعيد تعلم تخسر الفلوس تعلم تخسر الفلوس تخسرهم في البلاصه الصحيحه اللي فين خصهم يمشيو ماشي تخسرهم في الحوايج وكتخسرهم في الماكله سميتو خص تعلم تخسر في الاول في راسك انفيستي في راسك انا باقي كندوي فيها تعلمت انفيستي في راسك هذا هو الفرق. ديجا الدراري اللي كانوا متابعين معايا شحال هادي كانوا شافوا في راس العام كنت شريت واحد الفيديو ديال البلانينغ ديال العام كامل لي زيفينمون اللي ديجا مخلصهم غنمشي ليهم وديجا قلت راك كاين شي 40 مليون خساره في دوك لي زيفينمون كاملين يعني فهمت الشعاله يقول لك لا راه يقول لك 40 مليون لا صاحبي تما راه كاين ابارتمون داسيا وعراسيه فاك يو على ابارتمون داسيا وعراسيه اش هاد العقليه هادي ديال تيت صاد فكر بعيد فكر بعيد غنعاودها لك فكر بعيد. حاجه اخرى مهمه هي ما كنقولش لك 40 مليون و7 مليون داكشي راه كما قلت راه نفس ليفينمون راه واحد جالس اللور مخلص 2000 درهم وواحد جالس قدام مخلص 7 مليون هذا هو الفرق. كاين ايفينمون اللي مبوكي الاخر ديال العام الجاي اللي جالس اللور مخلص 500 درهم واللي جالس قدام مخلص 3 مليون. اخر حاجه هي راك ما محتاج والو المعلومه راه كاينه في الانترنت تمشي تقلب عليها وتقراها ولكن ملي تبدا تدخل الفلوس راه خصك تانفيستي تعلم هي تخسر الفلوس شوف هاد الكون هذا كامل ملي كتعطي كتاخذ تعلم هي تخسر هي خسر هي خسر هي خسر غادي تجي غير خسر 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 بطريقه غلطه بعدا ماشي خسر خسر لان فهمتي الطريقه باش قلتها ما صحيحاش كتكون عندك واحد المانجمنت بيان سور بحال انا شنو داير 20% من داكشي اللي كندخل النت بروفيت غادي نخسرو على راسي بيان سور فاش في التعليم سور ملي كنقول التعليم ماشي هو نمشي نخلص شي مدرسه باش تعطيني واحد الدبلوم اصلا هاد الهضره ديال الدبلوم راه كلشي عارف ما عنديش معاها والدبلومين نوع وكذا داكشي نتوما تعرفوا فيه احسن مني تتنقصد بالتعليم و تحضر كونفرنسز تشري كتوبه ديبلوم كنت خديتو هو البي تي اس عامين من ورا الباك باقي مشيت جبتو ما نمشيش نجيبو ما عندي ما ندير به هي 20 ما عندي ما ندير به فهمتي ما مشيت جبتو بقى عندهم تما في المدرسه فهمتي مرات يقول لي دوز خوتو كنقول لهم ان شاء الله وصافي اخوان هضره كثيره واش لاميت قال وفهمتي فريمون ستوري تنقز وبلوس شلاميت قال طلعوا لي فراسكم ونمشي دابا نخرج راه اصلا ديجا معطل طلعوا لي فراسكم تبارك الله حركه في هذا العرض ديال كريستيان كما كتشوفوا ممنوع التليفون ممنوع التصوير ممنوع كل شيء يلا خارجين منه دابا
باغي نصور ولكن راه ممنوع التصوير وممنوع حتى التليفون اصلا يتجبدوا منه.